نهنئ العالم الإسلامي والشعب العراقي عموما ومحافظ صلاح الدين وشعبنا في الضلوعية بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك. نسأل الله أن يديمه علينا أفراحا عديدة وأزمنة مديدة. الحقيقة هذا العيد سيكون له طعام خاص يختلف عن سابق الأعياد. العراق الحمد لله يشهد استقرار سياسي واستقرار اقتصادي وتوافق وأمن وأمان بفضل التضحيات وشجاعة القوات الأمنية العراقية التي بسطت الأمن في ربوع العراق ودحرت الإرهاب، وأصبح الأمن هو السمة الواضحة في العراق. الحقيقة هذا الجو اللطيف، الجو الممتاز الذي جلب العالم وجعل من العراق محط أنظار العالم سيكون له انعكاسات إيجابية إن شاء الله في مستقبل الشعب العراقي، في مستقبل المنطقة عموما. نهنئ الشعب العراقي مرة أخرى ونتمنى من الله أن يديم هذه الأفراح على كافة المنطقة، ليس العراق فقط وإنما على الأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع. نهنئ الأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك وعلى الشعب العراقي وعلى محافظتنا العزيزة، ومع نسائم عيد الأضحى المبارك يأتي لينير أيامنا بالفرح ويعلن عن بدايات جديدة بتقرب إلى الله تعالى، وأن يديم عليكم الأعياد ويرزقكم الحب وطاعة الرحمن. كل عام وقلوبكم تنعم بالتقوى وحسن العبادة، ودعائنا إلى حجاج بيت الله الحرام بهذه الأيام المباركة أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال. كما نشكر قناتكم الموقرة، وكل عام وأنتم بألف خير. بمناسبة عيد الأضحى المبارك نهنئ العالم الإسلامي جميعا ونهنئ الشعب العراقي خاصة ومحافظة صلاح الدين وقضاء الضلوعية بالأخص بهذا العام وفي هذا اليوم المبارك يوم عرفة. نهنئ جميع أبنائنا الطلبة ونقول لهم كل عام وأنتم بخير، والعام القادم إن شاء الله لطلبة الصف السادس هم في الكليات والجامعات. نهنئ مرة ثانية كافة أبنائنا الطلبة ونقول لهم إن شاء الله نلقاكم في جامعات العراق وكليات العراق، وإن شاء الله الضلوعية سوف تثمر بتقدم طلبة بامتياز طبية وهندسة، ومن الله التوفيق. وكل عام وأنتم بخير. رياض حاتم محمود رضام الفراجي، مدير قسم تربية الضلوعية. بهذا اليوم الكريم وبهذه الأيام العطرة نهنئ أبناء أمتنا الإسلامية وأبناء بلدنا العظيم العراق بهذه المناسبة العظيمة عيد الأضحى المبارك. نتمنى من الباري العزيز الجليل أن يمن علينا وعلى كل أبناء أمتنا وبلدنا بالصحة والسلامة والأمن والأمان والرخاء ومزيدا من الإنجازات ذات المصلحة العامة لشعبنا، واللي نراها خلفنا مستمرة على طوال اليوم وعلى طوال الساعات رغم ساعات الحر القاسية. العمل مستمر والإنجاز متحقق بإذن الله. نبقى نهنئ شعبنا ونتمنى له الأفراح الدائمة والمسرات والإنجازات العظيمة.